وللوقوف أكثر على هذا الاجتماع ينضم إلينا من بروكسل الصحفي علي وحيدة. إذن سيد وحيدة، توسيع لمهمة عملية صوفيا، فكيف سينعكس هذا على التعاطي مع حكومة فايز السراج الليبية؟ في الواقع هذا التوسيع يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، هو وفاء بجزء من التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، ولكن كما ذكرت التفاصيل، ولكن مع ذلك فقد ظهرت بعض نبرات القلق اليوم من الوزراء الأوروبيين تجاه حقيقة الوضع السياسي. وجهت دعوات إلى توسيع العملية السياسية في ليبيا، ووزير خارجية فرنسا دعا صراحة السيد السراج إلى تقديم تنازلات، بمعنى أن الأوروبيون يريدون أن يتم عمل موازي للعمل الذي يقومون به من قبل الأطراف الليبية، ووضع حد للخلافات بين البرلمان وبين المجلس الرئاسي. على ذكر فرنسا أستاذ وحيدة، يعني باريس عرضت لأول مرة مبادرتها حول الشرق الأوسط لتبنيها أوروبيا، كيف كانت ردود الأفعال حولها، وهل من خطوة عملية بهذا الخصوص؟ بالضبط، يعني هناك ترحيب بطبيعة الحال في بيان رسمي بالمبادرة الفرنسية، هناك اعتماد لهذه المبادرة بشكل أو بآخر، لكن الاتحاد الأوروبي يريد عدم تجاوز اللجنة الرباعية بالدرجة الأولى، واتخذ الوزراء مقابل ذلك خطوات عملية، ومنها تشكيل مجموعات عمل محددة لمواكبة التحركات الهادفة لدعم عملية السلام، الجوانب الاقتصادية، الجوانب الأمنية، ومعرفة كيف يمكن مساعدة دولة فلسطينية في المستقبل تكون قادرة على الحياة. نعم، أخيرا أستاذ وحيدة، يعني بدون شك استفتاء البريطانيين يخيم على الأجواء الأوروبية، كيف خيم إذن على اجتماع اليوم ومحاول مغادرة الاتحاد خاصة؟ كان هذا الموضوع هو الموضوع غير الرسمي في الاجتماعات، ولكنه الذي هيمن على الاجتماعات بطبيعة الحال نظرا لأهمية ما سيجري الخميس المقبل في بريطانيا. الجميع هنا يلتزم نوع من التحفظ، وهو تحفظ يعني يمكن فهمه، ولكن هناك تأكيد على أن مهما كانت نتيجة الاستفتاء سيكون هناك ما بعد الاستفتاء وما قبل الاستفتاء، حيث أن الاتحاد الأوروبي سيكون مجبرا على مراجعة خياراته الداخلية. شكرا لك الصحفي علي وحيدة، شكرا لك على حسن الإفادة.